طيب خلينا ندخل سريعا كده في التعاقد مع كابتن وائل بدر. شفت التعاقد مع كابتن وائل ازاي؟ هنقول دم جديد، هنقول ابن النادي، وهنقول كل الاجهزه اللي بتيجي للنادي، ولاد نادي الزمالك كلنا في خدمه نادي الزمالك في اي مكان. انت عارفه ان وائل بدر عشان يجي نادي الزمالك ساب شغله في مكان تاني زي نادي الجزيره عشان نادي الزمالك قال له تعالى. مفيش حد في نادي الزمالك او ابن نادي الزمالك غير لما تطلبيه في اي لحظه هتلاقيه عندك متواجد على طول وقت ما تطلبيه. صحيح. في اي ظروف نادي الزمالك احنا في خدمته. صحيح. ومن قبليها كابتن مرعي بصراحه برضو عمل كده لبى النداء لنادي يعني الزمالك بالظبط. يعني يمكن انت قلتي عليه مقدمه، عايز اقول لك ان دي جزء من كل يعني هو اولا ده مدربي وليه صوره معانا، جهاز الموقف هو مع كابتن عصام واللعيبه اللي قاعده حواليه كلها، واحنا بنلعب انت هتلاقي اللي الاجهزه كلها اللي موجوده دلوقتي الدايره اللي ماشيه جوه النادي هم اولاد النادي دول. طبعا فاي لقطه في نادي الزمالك اي حد هتناديه هيلبي الندى. في 2019 يمكن جيت معاكي هنا، كنت انا وكابتن طارق وكابتن هشام ابو سريع برضه لبينا الندى، كان منا ورا كابتن عصام وكابتن سمير وكابتن وائل بدر. يعني وائل بدر قبل كده كان موجود، كان مدرب عام مع الدرجه الاولى 2016 وخدوا الدوري بيه. بعد كده لما راح خد تجربته كمدير فني وكان شغال في المنتخب برضه كمدير فني لوحده في سبورتنج برضه عمل انجاز معاهم، لما راح الجزيره برضه مدير فني. فدلوقتي جه الواجب عليه بقى ان يشيل مسؤوليه نادي الزمالك. كابتن محمد سحارتي طبعا غني عن التعريف، ده ابن كابتن سحارتي. فطبعا قبل كل شيء هو مدرب كويس، كان شغال في حاجات كتير قبل كده، ودلوقتي اعتقد الجهاز ده مع كوكبه اللاعبين محتاجين دعم اجنبي كويس. بعد ما انا عرفت النهارده خلص التعاقد مع مايو بالتراضي وخد فلوسه حقه كلها والدنيا خلصت خلاص، فهيبقى الدعم بمحترف. هو عنده التايم كويس ما بين الفتره اللي احنا فيها دي لغايه بدوري السوبر.